طب استاذنا كمان عم، احنا معانا تليفون بس من خارج البلاد، معانا طبعا الاستاذ محمد الجرحي نائب او رئيس اللجنه العليا المنظمه لبطوله افريقيا وعضو مجلس اداره النادي الاهلي، والحقيقه اللي بذل من دور كبير وكان له دور كبير جدا في نجاح التنظيم. اهلا بيك يا استاذ محمد. اهلا وسهلا، ازيك كابتن؟ عامل ايه؟ اخبارك؟ وتحياتي لكل معلش انا مش قدام التلفزيون بقى. لا لا، ما احنا موجوده في الاستوديو، احنا عارفين ان حضرتك في المانيا ويمكن التليفون ده تاخر كثيرا. احنا طبعا كان في لقاءات باستمرار مع حضرتك من ارض الملعب، ولكن بنبارك لحضرتك كل شيء، ونبارك لحضرتك التنظيم، ونبارك لحضرتك على كل المجهود اللي حضرتك بذلته مع زملاء حضرتك. الحمد لله، يعني ربنا الحمد لله كرمنا بالبطوله الحمد لله، وده طبعا مجهود اللاعبين ومجهود الجهاز الفني، ويعني هم كانوا واخدين الموضوع على عاتقهم من البدايه للنهايه، وطبعا كابتن ايدو يعني كابتن ايدو معاك في الاستوديو. اه معايا، وبيسلم على حضرتك. تحياتي ليه وتحياتي لكل الناس اللي موجوده. يعني كان في اصرار على حصد اللقب من اول دقيقه لحد اخر دقيقه. يعني انا مش عايز اقول لك، يعني احنا يمكن باصين في الملعب وعمالين بتشوف اللحظات، يعني لو شفت اللحظه اللي اتصاب فيها قط، تشوف رياكشنات كابتن ايدو في الملعب، لا نادي الاهلي غير. صحيح. الحمد لله، يعني فيما يتعلق بالتنظيم الحمد لله ربنا كرمنا، وبالاتحاد الافريقي اشاد بالتنظيم سواء بطوله السيدات او الرجال، الحمد لله جالنا جوابات شكر من كل الانديه والاتحاد، فالحمد لله يعني. طب يا استاذ محمد برضو عايزين نعرف يعني اخبار المكافآت ايه والدنيا مع اللعيبه، يعني الامور ماشيه تمام، ويعني المجلس اكيد مش هيتاخر على حاجه زي كده، انا عارف. طبعا فهل هل هيكون هل الاخير على اللعيبه؟ طبعا ان شاء الله معاود طبعا مع فتره المجلس، اكيد طبعا مش هيبقى في تاخير على اللعيبه، والمجلس طول عمره يعني داعم اختبار اللعيبه، وان شاء الله مش اخر حاجه جدا. طب قول لي حضرتك، يعني ان شاء الله حضرتك هتعود هتلحق بطوله افريقيا، بطوله السوبر الاول يوم الخميس، حضرتك هتلحقها؟ هتبقى موجود ان شاء الله في ارض الملعب. احنا عندنا باقي البطولات اللي المجلس كلفنا بيها، عندنا ماتش عندنا ماتش السوبر يوم الخميس، وعندنا افتتاح البطوله يوم الجمعه ان شاء الله. حضرتك هتكون متواجد يا استاذ محمد؟ يعني حضرتك هتكون رجعت من المانيا ان شاء الله؟ راجع متواجد يوم الخميس، وهبقى متواجد يوم الجمعه. طب هسال حضرتك سؤال، عندنا كمان عندنا اجتماع للجنه المنظمه يوم الاربعاء بالليل. تمام، يعني حضرتك هتبقى موجود كمان من يوم الاربعاء باذن الله. باذن الله ترجع بالسلامه ان شاء الله. طب قول لي يا استاذ محمد، يعني بامانه كده نفس حضرتك ما اتفتحتش على تنظيم بطولات كمان؟ يعني بصراحه كده ما نفسناش ناخد بطوله كمان واثنين وثلاثه؟ خلاص انا احنا بقينا تخصص بطولات. احنا لازم نفضل، انا بقول لهم لازم تشوفوا لنا بطوله، احنا يوم 23 ساعه عندنا مشكله، احنا هنجول بطوله شارك ناس كتيرة سواء من إدارات النادي أو من شباب النادي، فعاملة حالة وعاملة جو حلو. صحيح صحيح، نتمنى إنها تستمر. نتمنى طبعا، وحضرتك ترجع بألف مليون سلامة لأرض الوطن. الأستاذ محمد الجرحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، ترجع بألف مليون سلامة يا أستاذ محمد، وطبعا بنبارك لحضرتك حسن التنظيم، ونبارك لحضرتك وأعضاء المجلس بالكامل على طبعا يعني الفوز قبل كمان التنظيم. الحقيقة حاجة تفرح يعني.